مبروك نجاح العملية، وإن شاء الله بتتكلل بالنجاح يا ربي. وإحنا قدمنا لك هذه القرنية كهدية من ابننا وسيم الشهيد وسيم عزام. قرنيتا شهيد أعادتا الحياة لاثنين فقدا الأمل بالنظر وأوقفا أحلامهما لذلك. فهذا والد الشهيد يلامس فرحة هذا الشاب المصاب برصاص الاحتلال في عدوانه عام 2014 ويهنئه بعد عودة البصر له. ربنا يهنيك فيها ابني. الله يسعدك ماما سيم. في قمة السعادة إنه إحنا بدنا نحيي إنسان، نعطي جزء من ابننا لإنسان آخر حتى يحيا. من حرب 2014 فقدت بصري من الأدوية الإسرائيلية. امبارح من عملية زرع قرنية في عين الشمال، الحمد لله تكللت بنجاح بعود بفضل ربنا، فضل المتبرع. كيف انت هلقيت؟ الحمد لله. ايش تمنيته من زمان والحمد لله ربنا حقق لك اياه. اما هذا الشاب علاء فكان فاقدا للأمل بأن يرى النور مجددا، وحاول الخلاص من حياته التي كانت مليئة بالسواد. أما اليوم فمرحلة جديدة يدشنها بصحبة أمه التي ترافقه دوما. هلقيت تغير عليه كل إشي، إذا ربنا كتب له البصيرة وإن شاء الله إن كل عمليته نجحت حيسترد إنه إيش بقى يتمنى يشوف. ابني بقى محروم حاجات كتيرة وعانى وتعب، تعب كتير. آخر فترة تمنى الموت، هو يقول أنا نفسي أموت وارتاح، أنا مش قادر أعمل العملية. عملية زراعة القرنية ربما قديمة عالميا، لكنها حديثة في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما. وإجراء مثل هذه العمليات في غزة هو تغلب على ذلك الحصار الذي يمنع بسببه آلاف المرضى من تلقي العلاج خارج حدود القطاع. تكلفة القرنية تصل إلى 3-4 آلاف دولار، يعني مكلفة جدا على كاهل أي وزارة صحة، فما بالكم بوزارة الصحة الفلسطينية. فقضية إنه هذا نقوم بعمل وطني وهو زراعة القرنيات في مستشفيات الحكومية وبأيدي فلسطينية، هذا يعتبر نقلة نوعية للحد أو للتقليل من قوائم الانتظار الشديدة. وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت عن حملة وطنية للتبرع بالقرنية للتخفيف من معاناة المرضى وتقليل قوائم الانتظار لزراعتها. محمد أبو ناموس الغد، غزة، فلسطين.